القطاع الخاص بالتأكيد احنا مع الحلول اللي تكون موجودة ووفق دراسة حقيقية للموضوع، مو بس يقررون وسيطر على القطاع الخاص. لكن القطاع الخاص اليوم احدى الصيدلانيات تنشر انه تريد فرصة عمل، يبلغوها انه يعني كمندبة او مندوبة دواء، الصيدلية الوحدة اللي تروح بيها ينطوها 1000 دينار، يعني اذا تروح على 10 صيدليات ينطوها 10000. هذا معيب لمهنه مثل الصيدله. اذا هيك الامر شنو اللي يجبر اللي حتى المتعينين انهم نشوفهم بعد الدوام يشتغلون بالقطاع الخاص؟ نعم، فتحوا صيدليات لان مسموح له بمزاوله المهنه، لكن هؤلاء الشباب يعني تلقاهم اليوم القطاع الخاص حتى ما مسيطر عليه من قبل الجهات النقابيه. القطاع الخاص اليوم ممتلئ بالاجانب والسوريين وغيرهم فيما يخص طب الاسنان، اما فيما يخص الصيدله اليوم تلقى دخيل على مهنه الصيدله يقود لصيدليه وهو حج فلان حتى بدون شهاده، وتجد شبابنا الصيادله يشتغلون تحت شخص هو مو صيدلاني او هو حتى ما عنده شهاده لكن يسمى بالحجي ويمتلك تريليونات الاموال لا نعرف مصدرها.